مرحبا بكم في موعد جديد لنشرة الأخبار على قناة نسمة، والبداية بالعناوين. من بينها إطلاق سراع نصر كتيبة أبو مريم، نواب مجلس الشعب يوجه جملة من الأسئلة لكل من وزير الداخلية والعدل. شوارع العاصمة تعيش حالة من الاختناق اليومي في وقت الذروة، رغم أهميته في الجهة. مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس يعاني جملة من النقائص. جملة من التساؤلات تطرحها اليوم نواب مجلس نواب الشعب على كل من وزير الداخلية الهادي مجدوب ووزير العدل عمور منصور، لكن التركيز تمحور أساسا حول إطلاق سراح عناصر كتيبة أبو مريم لتثبت إدانتهم وتورطهم فيما بعد. وين أكد وزير العدل أنه سبب تمثل في عدم كفاية الأدلة اللي تثبت إدانتهم. ثم أدلة في الموضوع، لا رحمة للإرهاب ولا رحمة لمن يرتكب الإرهاب، لكن زادة هون ينجي المعادلة الصعيبة، هو أنه زادة ما يزمناش فباهم بيتي زادة على الحقوق المشروعة للبشر بصفة عامة، ونجم يكون ساعة يدخل فيها موضوع ساعة إنسان ماهوش إرهاب، معناتها ما نعطيوش العدالة، ما تعطيش، ما تنصفش الناس هذوما. وإذا كان زاد هو إرهابي يلزم ياخذ بكل شدة ما يقتضيه القانون. كما أشار وزير الداخلية الهادي مجدوب إلى وجود تنسيق كبير بين الأمن والقضاء، مشيرا في نفس الوقت إلى أن إطلاق سراح العناصر هذه لا يعني تبرئتهم. القضاء والأمن نراه كل واحد فيهم فيه معناها ضمانات للناس باش ما تتظلمش وباش ما تقعش معناها توجيه تهم لها معناها بالباس. قاضي شاف اللي في الملف متاعه ما عندوش العناصر، ما عندوش المؤيدات، ما عندوش الأدلة اللي تخليه يحكم باتجاه معين، بطبيعة الحال يزمه يحكم باش يطلق سراحهم. لكن راهو إطلاق سراحهم هذم ما يعنيش تبرئتهم، لأن القضية ما زالت جارية. هذا وأكد مجدوب أن وزارة الداخلية اتخذت كل الاستعدادات الأمنية تحسبا لأي خطر. ردوا بالنا بطبيعة رمضان شهر فيه شوية ارتخاء وغيره، لكن لابد من اليقظة، لكن جاهزيتنا الأمنية واستعداداتنا هي نفسها إن شاء الله، جاهزين مستوى جيد متاع استعداد، يلزمنا نتبع أمورنا بأكثر ما يمكن من اليقظة. أكثر من سؤال تم طرحه اليوم وتراوحت إجابتهم بين رضا وعدم رضا النواب، وسط تأكيد من قبل عدد كبير منهم أنه المجلس مواصل عمله حتى يدافع على حق المواطن في المعلومة. كل واحد حاب يروح الدور حاب يخلع شقال فترة ثم نسج كنا بعيد. السلام عليكم، ربي معك. مع حلول شهر رمضان تعيش الطرقات في تونس مزيد من الاختناق في حركة المرور، خاصة في المنطقة الفاصلة بين باب سعدون 9 أفريل، ويرجع الازدحام والاكتظاظ إلى تزامن خروج المواطنين والعمال في نفس الوقت مقابل تدهور البنية التحتية لبعض الطرقات اللي تعتبر منفذ الكثير من المواطنين. هاك تشوف، هاك تشوف كارو بوليس عادي، هاك تشوف فرج مبوتياج، يعني مشكلة كبيرة برشا. اسمع كي زمر منتلي خلينا نمشي خير. نجم يكون ثم شوية الناس كلها تروح فرد وقت ولا حاجة كيما هكا، تبدأ الناس كلها فرد وقت هذاك، كلها تخرج فرد وقت هذاك، تبدأ موفمون وبرشا حاجات. عادية نراها، خاطر علاش العباد على أعصابها كلها، ما هي هاني نخدم كل يوم تو داخل في 21 سنة معناها تاكسي، عادية نراها عادية. هي فترات تو يروحوا يفط يعني يقيلوا. عادي عادي، ثم شويه خنقه يلزم يصبروا. والله العظيم مش نورمال، سيركيلاسيون تخرج مع بعضها لعب. وين تمشي السيركيلاسيون؟ وين تمشي؟ دخل رمضان ما خرجتش، خرجت اليوم هاني قاعد ضرب ساعتين ولا ساعه ونص في السيركيلاسيون. من الورديه حتى لهنا يا ساعه توي. وضعيه لا تطاق، هكا وصف بعض المواطنين حال الطرقات في تونس وقت الذروه، وين يتسارع العديد العوده لمنازلهم دون احترام اشارات المرور، الامر اللي يتسبب في خلق فوضى كبيره. مكتظه برشا، حاله حليله مع السخانه. مع الفوضى زادة، عدم احترام الأولويات، هاو يحب يدوبل عليك، هاو يتعدى منها، فهمت؟ واحد يوسع باله وكهو لطفوا برا من السيركلاسيون، رسميمتي والله، واحد تعذب أقسم بالله، جبرا بموتور، أنا بقول بالكهرباء شو عامل هذاك؟ هاك تشوف فيها بنتي، ما نجموش حتى كيفاش نمشي، معبية، مانيش عارف، كهرباء بجنب كهرباء، وخيتين، شنو الحل؟ ما فماش حتى حل، زيادات في الكراب، نهار كل الكراب زيد، تخرج كراب جدد، والكراب قاعدة هي، والسيركيلاسيون هي. حالات الاكتظاظ المروري ما تقتصرش على العاصمة فقط، وإنما تشمل عديد الولايات، بعد ما تدفع بالسائق التونسي للسياقة المدهورة، والنتيجة تكون تنامي حوادث المرور اللي تودي في كل عام بحصيلة مفزعة تتجاوز 1500 قتيل، حسب آخر إحصائيات المرصد الوطني للمرور لسنة 2016. قطاع الصحة
هو من أهم المقاييس المعتمدة لتقييم مدى تقدم الدول وتطورها. وفي تونس ورغم وجود كفاءات عالية وخبرات مشهود لها في المجال الطبي، كفاءات حققت نجاحات وطنية وعالمية، إلا أنه قطاع الصحة العمومية مازال يعاني من عدة نقائص خاصة في الجهات الداخلية. مشكلة في الزاباريج سال دو راديو أباري هذية تيقف نيقفو. احنا في السعجيري معناه سكانر، عنا آلة تصوير معطبة عندها أكثر من عام وشهرين، عام ثلاثة شهور. بنية تحتية مترهلة، معدات وآليات طبية قديمة، معدات معطبة، أواني بلاستيكية غير صحية يتم فيها تقديم الطعام للمرضى. الماكلة تجي من برا، كنا نطيبوا لداخل. كانت الماكلة كل تجي كانت مراقبة ياسر. كانوا الهيجيني كانوا يهبطوا. تو الماكلة تجي من برا، ما فماش مراقبة. هذه السلطة تتساس في البلاستيك، الماكلة تجي سخونة تتحط في البلاستيك. الحوض كما تشوفه مخلط مع بعض، وحوض مع سلطة، الخبز في قجوات أو كاري، فهمت؟ الغلة كيف اللي غرت فوق هذا شريو الأول حاجة ده مو صحي، نورمال ما شريو المسكر بالباب، المعون ما فيها حتى شيء، بلاتوات ما فماش، بلاتوات يطلعوا يسربيو في المعون متاع المرضى، اللي عنده ما عنده صحن يعطي، واللي ما عندوش فاش يعطيه السيرفر، ما عندوش فاش يعطيه. هذا هو حال المستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة بصفاقس، وهو مثال يعبر عن الحالة اللي يوصل لها قطاع الصحة في تونس، رغم أنه قبلة لما لا يقل عن 1000 مريض يوميا من 8 ولايات في الجنوب. احنا كي نجيو نشوفوا المشاكل الحقيقية بقطاع الصحة بصفاقس، هي في توخير العمليات بالنسبة للمرضى، في النقص الحاصل للأعوان في الإطار الشبه الطبي حوالي 120 عون. في الإطار العملة حوالي 96 عون. في الآلات الطبية اليوم اللي زاد كيف اللي هي قدمت وصار لها برشة، وناس تعاني من حكاية للسيرفيس راديو، من الميتسين نيكليير، من الراديو تيرابي للإيرام. مشاكل المستشفى ما تقفش. ونجيو للجزء الأهم والأخطر اللي هو وجود مختبر به أرانب وفئران لصق الجناح تعفونات بقسم العظام. الكارثة في القسم هذا تتمثل في تواجد مخبر للبحث العلمي في موجود فيه الأرانب والفئران، والقسم هذا متواجد بحذا في بينات مساس هما والمرضى المتعفني، ويقعدوا ياخذوا بالكاتر وبالسين كونتيبيوتيك وما يبراوش في ساعة. انتوما اعملوا بحث وحدكم شوفوا الجرم نتاع الارنب ولا نتاع الفار كي تختلط بالجرم نتاع الانسان شنو تعطي. المستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة بصفاقس هو قطره من بحر، وهو مثال صغير للحالات المزريه اللي تعيشها مستشفيات العموميه في تونس وقطاع الصحه بصفه عامه من نقائص لا يشعر بها الا المواطن البسيط المتضرر. بدعوة من مكونات المجتمع المدني بعين دراهم، نفذ أهالي عين دراهم وقفة احتجاجية سلمية أمام مقر المعتمدية استنكارا لسياسة التهميش والمطالبة بوضع قطعة أرض على ذمة التليفيريك وتفعيل المشروع السياحي فجل طلال، والمطالبة بتفعيل المشاريع المعطلة في مختلف جهات عين دراهم. وعبر المحتجين عن غضبهم من تحويل وجهة مشروع التليفيريك من مدينتهم إلى مدينة زغوان رغم ما تتوفر عليه عين دراهم من مقاومات سياحية. المشروع اللي كنا نستنوا فيه وكنا نستنوا بشي يعاون البلاد ويصلح ويعاون معناها ويوفرنا شويه معناها مواطن شغل، هو مشروع التليفريك طار. كيف التليفريك بالضبط ماناش عارفين وين مشى ولا وشنو لازمنا نعملوا نحن باش نعاودوا نرجعوه المشروع هذا. عندنا زاد مشروع فجل ثلاث، ومعناها اذا كان مشاكل على المشاريع ما عندنا حتى مشروع. هالي عند راهم كلها والجهه بصفه خاصه عند راهم تبرقع بنطير نطالبوا من منذ زمان من المعهد حتى من معهد فرنسا مبرمج مشروع تليفريك عند راهم سهوله برق. والمشروع التليفريك لازم الناس الكل تعرف اللي هو يخدم المطار 100%، يخدم السياحه الداخليه والسياحه الخليجيه بصفه خاصه للجهه الكل، وتولي قطب سياحي فريد من نوعه في شمال افريقيا. المحتجين اكدوا بانه عين دراهم مهمشه منذ العهدين السابقين مرورا بحكومات ما بعد الثوره، واضافوا بانه في صوره عدم الاستجابه باش يساعدوا باشكال احتجاجيه اخرى. لانه الاستجابه مجلس وزاري باش يعلنونا الانتصاب تليفريك في عند راهم، اذا كان فماش استجابه احنا رانا مساعدين ماناش باش نحبسوا. من جانبه اكد معتمد عند راهم ورئيس النيابه الخصوصيه البلديه عند راهم انه طالب بتوفير قطعه ارض لجلب مستثمر لمشروع التليفريك. التليفريك احنا حكينا مع بعض اطياف المجتمع المدني اللي ما قدموش حاجه معناتها رسمي للسلطات المحليه والسلطات الجهويه، حكينا معاهم على اساس تخصيص ارض لجلب مستثمر في لبعض التليفريك هذايا.
ثانيا بالنسبه لزوز برامج المعطله واللي هي من اهم البرامج هي فجلة تليل، هي المنطقه السياحيه فجلة تليل اللي هي وخرج الامر نتاعها معناتها في مثال التهيئه، وثانيا دار ثقافة اللي هي في مرحلة ثانية للدراسة وإن شاء الله في القريب باش تخرج العروض طلب العروض. هذا وأعلنت وزارة السياحة سابقا أنها تدعم مشروع أحداث تليفريك بتبرقة، وأنها بصدد البحث عن مستثمرين أجانب لتمويله، وأن وزارة السياحة باش تعلن عن جملة من القرارات المهمة لفائدة ولاية جندوبة خلال زيارتها المنتظرة للجهة. فضلت هنا وهناك بقايا مجالس خمرية ومخالفات حيوانات تغزو المكان. هذا هو حال المنتزه العائلي بشاهد سليانة اللي شرعت السلطات المحلية في إنجازه منذ أكثر من 5 سنوات تحت شعار سليانة المدينة المنتزه، والواقع على طريق مدينة قعفور. ويعتبر المشروع هذا الأضخم من نوعه في الولاية، لكن ما راعى أهالي المدينة أنه بعد الانتهاء من الإنجاز لم يرى النور وبقى مغلق ولم يفتح أبوابه لسائر الزائرين لمدة تناهز 6 سنوات أو أكثر، وأصبح مكان مهمل ومرتع للكلاب السائبة وللجلسات الخمرية. أنا استبشرنا خير من بداية البعث، ولذلك لعدم وجود معناها مكان ترفيهي فهمتي، ولعدم معناها وجود ملاهي، إلا أنه تضحن بعض أنه يمثل خسارة كبرى، معناها خسارة مادية فادحة بالنسبة للدولة، حيث أصبح المنتزه هذا معناها أصبح وكر للفساد ووكر لشرب الخمر وللعب الميسر وهدم، ومعناها تمت الاستيلاء على العديد المعدات نتاعه فهمتي، وأصبح معناها قلت لك شكل خساره كبيره بالنسبه تو للدوله وعبء كبير. مشاو ما خلوا فيه شيء، لا خلوا رخام، لا خلوا حديد، ما شيء ما خلوا سبابل والضوء، حتى من الكابل نتاع النحال، الكوابل نتاع النحاس، كل شيء هزوه. مشا المتزه يعطيكم الصحه كي خزرتوا لها اللفته هذه، خاطر بصراحه ولا معناها بلاصه مالها نتاع ناس صايعين، معناها ولا نتاع شرب حاشاك نتاع بلايص، حتى المراه باش تعدى ولا واحد يمشي يقعد شويه ولا فماش جمله. مسؤولين جهويين رجعوا الامر هذا لعدم تقدم اي مستثمر لايجار المنتزه، والمتمثل محتواه في مقهى عائلي وملعب تنس وملعب كرة سلة وأدواش، إضافة إلى المساحة الخضراء المرفقة بمسالك صحية، علما وأنه من المنتظر إضافة مرفقات أخرى للمنتزه كمسبح. ما نعرفش ثم مسؤولين، ثم ناس تراقب تشوف، فهم حد كلمة، ثم حتى حد فهم حد فهمني، لا سلطة لا حد شيء فهمني. احنا طالبين هذاك الفلوس اللي مشت هذيك يا رسول الله تتعوض، معنا يقدوه بالقدا فهمتي، لا واللي بعده بقعه اخرى على المصب بتاع الزبله بتاع. بين الاخذ والرد، والكل يعتبر نفسه غير مسؤول، يبقى امل اهالي ولايه سليانة وخاصه المدينه في تعجيل استثمار المشروع هذا قصد الاستفاده منه في الترفيه، خاصه وانه الجهه تخلو من فضاءات الترفيه والمنتزهات العائليه وخلق فرص جديده للتشغيل. سجلت محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي فجر اليوم، وتحديدا في الساعة 2:54 رجة أرضية بدرجة 3.7 على مقياس ريشتر في منطقة الكتار من ولاية قفصة، وشعر متساكن المنطقة بالرجة، فيما لم يتم أي أضرار مادية أو بشرية، علما وأن الرجة هذه هي ثانية اللي تشهدها معتمديات الكتار في غضون 6 أشهر الأخيرة.